كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكون صحتكم غايه وتكونوا لاباس عليكم. توحشتكم توحشتكم توحشتكم، ما تامنوش. قلت نجي اليوم نطلع عليكم فيديو خفيف ظريف كيما نتوما، خفيف وظراف وعزاز عليا واللي نموت عليهم ونبغيهم. كما كنتوا تشوفوا ها هو قدامكم، هذا قالب تاع الكيكه العجيبه. هذا قلت علاه ما نديرش معاكم كيكه بهذا القالب، كنت كيش اني عاده كي شريته قلت علاه ما نجربش معاكم من هذه الكيكه. هذه الكيكه غادي نديرها بالماء دافي كما راكم تشوفوا. هذه الكيكه اللي باغي نديرها بالماء دافي، وقعدوا معايا ونبدو على بركه الله والمقادير تاعنا. نديرو السكر تاعنا ونطلعو بالباتير تنحصلو على كريمة خفيفة كما كنتو تشوفو هنايا. بعد ما داب السكر تاعي وتحصلت على هذه الكريمة البيضاء، هنا نقعد نضيف الزيت تدريجيا كشغل رانا نخدمو في المايونيز. وها هو القوام، هنايا نضيف ملعقة تاع لاروم تاع زيت اللوز. اذا هنا الشيريات، انا حسبت حيني نصور ساعات تروحي مانيش نصور. هنايا بعد ما خلطنا الكل مع بعض، ها هو الخليط تاعي شوفي كيفاش جا. عفوا الشيرات، سمحوا لي على البختي هذا اللي راح لي. ها هو الخليط تاعنا، شوفوا كيفاش جا، جربوها غادي تجي تشهي وما تندموش عليها. هنا نفرغه في القالب تاعنا. اذا ها هو القالب تاعي ونفرغ فيه الكيكه كامل تاعي. غادي تجي ما تامنوش، جربوه ما غاديش تندموا عليها. وبهذا كما كنتو تشوفوا الكيكه تاعي ندخلها للفرن على 180. بعد ما نكون سخنت الفرن تاعي على 180 درجه ندخل الكيكه تاعي باش نطيبوها ونولي لكم حبوباتي بعد ما طيب، ونشوفوا النتيجه النهائيه تاع هذه الكيكه تاع الماء الدافئ. الى ذلك الحين نتلاقوا في ساعة الخير. كوكو البنات، راني وليت لكم. ها هي الكيكه تاعي، ها هي خرجت تشهي تشهي بزاف. انا هذه الكيكه بغي نعمرها بلا كريم شونتي. ها هي طلعتها كاس كريم بودرة الشونتي مع نص كاس تاع حليب، وزدت لها شوكولا تاع ماكسون. ها هي شوكولا تاع ماكسون، وها هي لا كريم تاعي طالعه، وغادي نعمر بها الكيكه تاعي. كوكو البنات، ها هي النتيجه النهائيه تاع الكيكه تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا راني زوقتها منها في الحواشي، درت لها الكونفيتير ودرت لها الكوكيو، وهنايا درت لها كلاصاج تاع الشوكولا بعد ما كنت درت الكريم شونتي ودرت من فوق الكلاصاج تاع الشوكولا. وان شاء الله تكون عجبتكم الكيكه تاع نهار اليوم، وما تنسونيش حبوباتي بجيم وكومونتير ودعم في القناه. وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر باذن الله. والى ذلك الحين نقول لكم تهلاو في رواحكم حبوباتي اللي نبغيهم واللي نموت عليهم. والى ذلك الحين تشاو تشاو.